فيروس كورونا يقدر يصيب أي شخص، ماكو أي أحد مستثنى، الكبار والصغار وحتى الشباب، لكن الفئة اللي معرضة أكثر شيء للخطر واللي لا سمح الله معرضة للوفاة بهذا الفيروس هم الناس اللي عندهم أمراض مزمنة، الناس اللي عندهم قلب وانسداد الأوعية وارتفاع الضغط والسكر وغيرها من الأمراض العديدة المزمنة اللي سببها يكون هو ارتفاع السمنة. دائما يرتبط ارتباط وثيق جدا ارتفاع السمنة بهاي الأمراض المزمنة. لذلك برأيي أعتقد هو الوقت الرائع الآن حتى نعيد حساباتنا وحتى نبدي حياة صحية وحتى نتخلص من الوزن الزائد. الوقت المناسب هو الآن حتى نعيش حياة صحية وحتى نكون سعيدين بحياتنا ونبتعد عن كل الأمراض، مو فقط مرض أو فيروس كورونا.